ما هو أصغر كوكب في المجموعة الشمسية؟ نبتون. النار يلف في الحبيب. كم عدد العظام في جسم الإنسان البالغ؟ 206. صح. ما هو العنصر الأكثر وفرة في الكون؟ الخروف. من هو صاحب لوحة الموناليزا؟ دافنشي. صح. كم عدد البطولات التي فاز فيها منتخب البرازيل في كأس العالم؟ 5. صح. ما هي أول دولة استخدمت الورق النقدي؟ يعني فلوس ورق. الصين. صح. والله قاعد يجاوب. من هو مكتشف قانون الجاذبية؟ والله استنى. خلاص ما شاء الله استنى. نيوتن. نيوتن. صح. في أي سنة أقيمت أول دورة ألعاب أولمبية؟ 1830. لا مستحيل. كم هدف مسجل كريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا؟ 132. كم؟ ما هو أعلى جبل في العالم يا إبراهيم؟ إيفرست. صح. ما هي الدولة التي تضم أطول سور في العالم؟ السور الصيني. صح. إيه. ما هو الغاز الذي يشكل النسبة الأكبر في الغلاف الجوي؟ كربون دايوكسيد. أكثر لاعب محقق كرات ذهبية مين هو وكم؟ ميسي. كم؟ 8. 7. صح. 8. 7. 7. 8. 8. والله 8. والله مكتوب عندي 7. 7 ضرب 8. 56. صح. هداف كأس العالم 2018. هاري كين. صح. ما هو الحيوان الذي لا يصدر أي صوت؟ النعسان. كلمة تقراها من اليمين واليسار نفس الشيء. طن طن.